Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Idan atamanna an takunu bi khair antum wa kullu man tu'izzun. Idan marhaban bikum fi qanatina Alwah Sigma. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Alwah Sigma. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Idan ana jid farih li ataqasama ma'akum ma'arifi fi maddat ar-riyadiyat. Idan la zilna nadrusu hadha al-kitab. Panorama en mathématiques 3e année collégiale. Et de nous allons à la safha. 24, l'exercice numéro 23, il nous a dit déterminer le nombre réel x dans chacun des cas suivants. X au carré est égal à 36, x au carré est égal à 7, x au carré moins 6 est égal à 10, x au carré plus 1 est égal à 19. إذن حاول أنتم تجاوبوا على التمرين وتشوفوا الطريقة باش غادي نجاوب أنا. إذن التمرين تيقول لنا حدد يعني الأعداد الحقيقية x في كل حالة من الحالات التالية اللي هي x كاري تساوي 36، x كاري تيقال 7. المهم حاولوا أنتم تلقاو الإجابة وتشوفوا الطريقة باش جاوبت أنا. أول حاجة تنديروها كيف تنقول لكم دائما تنكتبوا النيميرو ديال ليكزارسيس، ليكزارسيس 23 دون لاباج 24، وتنبداو تنكتبوا هذه المقدمة. Je détermine les nombres réels x dans chacun des cas suivants. Et donc, on a dit l'adad haqiqiya x dans les halat talia. Et on a dit, avant de voir ce que vous avez dit, on a dit x au carré est égal à 36. Et donc, on a dit x au carré est égal à 36. نقدر نديرو الطاطونوم مثلا، نقدر نكتبو إلا كانت إكس تساوي واحد تعطينا واحد أو سي تنالي هي واحد، ولا ربعة أو سي تنالي هي 16 تلقاوها. ولكن حنا غادي نديرو ديال الطريقة ديال ليزيدونتيتي غوماركابل. عندنا إكس أو كاغي هي تتساوي 36، هاد 36 هي 6 أو كاغي، هي 6 أو سي تنالي. وغادي نكتبو إكس أو كاغي تيكالا 6 أو كاغي، وتنديرو أو تنحولوها إلى إكس أو كاغي موان 6 أو كاغي تيكالا 0. إذا لأن دوزنا هذه، مادام هذه تتساوي هذه، إذا نقصناهم بعضياتهم تعطينا تتساوي صفر. وتنعرفوا ليدونتيتي غوماركابل اللي كاينة اللي كلكم تتعرفوها، أ أو كاغي موان بي أو كاغي تيكالا سميتو تيكالا ها هي أ أو كاغي موان بي أو كاغي تيكالا أ موان بي ملتيبلي باغ أ بلوس بي. إذا هاد المعادلة بتحول إلى هاد إكس أو كاغي موان سيس أو كاغي بتحول إلى x ناقص 6 مضروبة x بلس 6. إذن تنلقاو مثلا عددين مضروبين في بعضياتهم تساوي صفر، إذن واحد فيهم تساوي صفر. إذن إما x موان 6 إتيكالا 0، ركزو معايا مزيان، حولنا هاد x أو كاغي موان 6 أو كاغي لصفر تساوي صفر، حولناها إلى إيدونتيتي غوماركاب على هاد الشكل. إذن في هاد الحالة أ أو كاغي هي x أو كاغي و بي أو كاغي هي سيس أو كاغي، و تنحولو ليدونتيتي غوماركابل راه عرفتوها أ موان بي ملتيبلي باغ أ بلس بي، هادشي راه قريتو في السنة التانية. إذن و تيكون عندنا عددان، هاد العدد لي هما إكس موان سيس ملتيبلي باغ إكس بلس سيس لي هي أ موان بي ملتيبلي باغ أ بلس بي تيساوي صفر، لأن لقينا تيساوي صفر. إذن هادي تساوي صفر أو ولا لخرى لي هي إكس بلس سيس تساوي صفر، إما وحدة فيهم تساوي صفر. إذا تعطينا x إتيكالا هادي تعطينا x إتيكالا 6 ولا x إتيكالا موان 6. وإلا جربناهم تلقاهم بأنه x عندما تكون x تساوي 6 ف x و x 2 تعطينا 36، وعندما تكون x تساوي ناقص 6 فكذلك تساوي x أو كاري 36. غادي نشوفو x أو كاري إتيكالا 7، متى تكون x أو كاري إتيكالا 7 نفس الشيء، بغينا نديرو x إتيكالا غاس سميتو إكس أو كاغي إتيكالا غاسين دو سات لو تو أو كاغي. إذن هادي تساوي أوس إتنان، إذن إكس أو كاغي هي غاسين دو سات لو تو أو كاغي. ومن هنا تمشيو مباشرة تكتبو الجواب، تكتبو إكس إما موجبة ولا سالبة. إذن إلا كانت موجبة تنكتبو إكس إتيكالا غاسين دو سات، وإلا كانت سالبة تنكتبو إكس إتيكالا موان غاسين دو سات، وهادو أعداد حقيقية. و إذن وحدة فيهم صح، إما هادي ولا هادي كلهم صحاح. إكس إتيكالا غاسين دو سات، إكس إتيكالا موان غاسين دو سات. بالنسبة لهاد المعادلة اللي هي إكس أو كاغي موان 6 إتيكالا 0، غادي نحولوها بعداد ناقص 6 ندوزها للدفعة الأخرى كي تنديرو دائما في المعادلات، وبتعطينا إكس أو كاغي إتيكالا 10 بلس 6 اللي هي 16، وتنعرفو 16 هي 4 أو سي 2.
وتنقولوا x est égal à 4 ولا x est égal à موان 4 إما موجبة ولا سالبة. إذن كلهم في هذه الحالات فهما صحاح. إذا درنا x تساوي 4 بتعطينا نفس يعني x وسيتنا اللي هي 16 ناقص 4 6 تساوي 10. ولا درنا x تساوي ناقص 4 كذلك نفس الشيء. x وسيتنا اللي هي ناقص 4 وسيتنا اللي هي 16 ناقص 6 بتعطينا 10. نشوف العملية الأخرى x أو كاري بلس 1 تيكالا 18. إذا اش غادي نديرو كذلك ندوزو هاد بلوس أن ندوزو للجهة الأخرى وبتعطينا إكس أو كاغي إتيكالا 19 موان أن اللي هي 18 وهاد 18 عندها تنكتبو تات هي غاسيل دو 18 لو تو أو كاغي. إذا هاد إكس غادي نكتبو إكس إتيكالا غاسيل دو 18 اللي هي إلا بغينا نحسبوها بطريقة صحيحة هي يعني تسعود في جوج بتعطينا غاسين دو نوف ملتيبلي با غاسين دو دو بتعطينا تخوا غاسين دو دو ولا إكس أو إكس إتيكال موان تخوا غاسين دو دو. إذن في كلا الحالتين صحيح سواء كان العدد موجب كانت إكس موجبة ولا كانت سالبة فالعملية فهي صحيحة. وننتقل إلى التمرين 24. L'exercice 24 sous forme de racine carrée imbriquée, يعني les racines, يعني je dois مربعه المدمجه ولا الداخله بعضها في بعض كاتبين كالكولي وتكتب نتاج الكالكول وتحاول تكتب تبدا دائما لي غاسين دو لانتيغيور تبدا من دوك اللي لداخل تبدا هنا بغاسين. اذا حاولوا نتوما تجاوبوا على التمرين تشوفوا شحال غادي تلقاو في ا وشحال غادي تلقاو في بي. اذا بالنسبه لا راه انا لقيت فيها جوج وبالنسبه لبي لقيت فيها تقريبا سبعة وغادي نمشيو نحاولو نقادوها. المهم بغيت تبدا من هاد غاسين دو ان تتحيدو تتعطيك واحد تزيد على 24 غاسين دو 25 جذر مربع ديال 25 هو 5 وهكا تتبدا ترجع بالوراء حتى تخرج تلقى ا ايتيكالا دو هكذا. اذا الطريقة باش جاوبت انا اول حاجة تنكتبوها كي قلت لكم ليكزارسيس 24 دون لا باج 24 هي هادي لي غاسين كاري امبريكي وبتكتب جو كالكول يعني احسب وتبدا بالعملية الأولى اللي هي ا. إذا كتنكتب المعطيات كيف عطاهم ليا وتندير غاسين دو أن بلس غاسين دو ساك بلس غاسين دو المهم هاد الشيء كيف عطاه ليك تتبدا وتبدا من الداخل. إذا الداخل هو هادي هاد غاسين دو أن تنحولوه إلى واحد إذا تنزيدو على 4 تعطينا 25 يعني كتبتها هنا غاسين دو 25 وتنعاودو نكتبو دوك لي غاسين كيف كانو في الأول وتنعرفو بأن 25 الغاسين ديالها هي 5 هي إذا نكتبو تحتها 5 وتنديروها هنا لداخل تعطينا 4 بلس هاي 4 بلس زيدو على 5 بتعطينا 9 هاهي غاسين دو 4 بلس 5 تنعاودو نكتبو تيكال و 4 بلس 5 هي 9 و 9 تعطينا غاسين هي 3 تنزيدو على 13 هادشي اكسبري دايرينهوما باش حيت مايمكنش باش نلقاو شي حاجة عندها الراسين ديالها مثلا 13 زائد 3 بتعطينا 16 و تنعرفو 16 بأن عندها الجذر ديالها هادي بتعطينا 16 و 16 تنعرفو الجذر ديالها هو 4 حيت درناه في التمارين الأولى حنا حولنا هاديك 16 لغاسين ديالها هي 4 و تعطينا غاسين دو 1 بلس غاسين دو 5 بلس 4 و هاد 4 5 بلس 4 هي 9 و 9 تنعرفوها تساوي 3 أو كاري إذا غاسين ديالها هو 3 و تنكتبو إتيكال غاسين دو 1 بلس 3 إتيكال غاسين دو 4 إذا هادو تنجمعو تتعطي غاسين دو 4 و تنعرفو بأن 4 غاسين ديالها هي غاسين ديال 2 أو كاري هي 2. وانتقلوا للعملية الموالية اللي هي البي. إذا بالنسبة للبي كيف تشوفوا أمامكم كاتبين السيكون 2 موان كذا المهم حاولوا نتوما تجاوبوا عليها. بغيت تكتب الكمالة ديال التمرين هي هذي وتبدا من الداخل ديال الجذور الجذر ديال الجذر غاسين دو لا غاسين كاين هنا تنبدا من هاد 81 هاد 81 تنعرفوا بأنها بتعطينا 9 وتنديروا الجذر ديالها هي الغاسين ديال 9 هو 3 إذا غاسين دو 81 هي 9 وكاتبين غاسين فوق الفوق هي غاسين دو 9 هي 3 حنا تنكتبو هنا 3 حنا درنا 3 وتنضربوها في 12 تعطينا 36 وهاد 36 هي 6 أو كاغي وتنكتبو هنا تساوي 6 وتنبقاو غادي تنكتبو تنعاودو نفس المراحل تنجيو تالداخل وتنبداو 10 بلس 10 بلس 6 هي 16 وهاد 16 هي 4 أو كاغي وتنعرفو الجذر ديالها هو 4 حنكتب هنا لتحت ثم تكتب غاسين دو 52 موان غاسين دو 5 بلس 4 و 4 بلس 9 4 5 بلس 4 هي 9 اللي هي 3 او كاري تعطينا 3
تعطينا في الأخير راسين دو سيكون دو موان تخوا هي 49 اللي هي ست أو كاغي. إذن هي كتبنا 49 وتلقاو إنتيغال راسين دو سات أو كاغي اللي هي ست. وهكذا نكون جبنا عن التمرين 24. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.